أقام حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه في قصر الروضة مساء اليوم مأدبة إفطار بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك. حضرها صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر، وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى نائب الأول لرئيس مجلس الوزراء. كما حضر المأدبة كبار أفراد العائلة المالكة الكريمة الذين رفعوا إلى جلالة الملك المفدى خالص التهاني والتبريكات وأطيب الأمنيات بحلول هذا الشهر الفضيل، ضارعين إلى المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة المباركة على جلالته بموفور الصحة والسعادة وعلى مملكة البحرين وشعبها الكريم بالخير والتقدم والازدهار والأمن والأمان. وقد بادلهم حضرة صاحب الجلالة أيده الله ورعاه التهنئة بهذه المناسبة المباركة، شاكرا لهم مشاعرهم النبيلة ودعواتهم الصادقة، وهنأ جلالته شعب البحرين العزيز بحلول شهر رمضان المبارك، سائلا المولى عز وجل أن يعيده على المملكة بوافر الخير واليمن والبركات وعلى الأمتين العربية والإسلامية بالعزة والمنعة والسؤدد.